هذا وارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 10 مارس إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد فترة وجيزة من تجديد موسكو التزامها بجهود أوبك بلس لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط. وخلال الأسبوع ارتفعت شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا إلى 3,700,000 برميل يوميا، كما زاد متوسط الأسابيع الأربعة بنحو 50,000 برميل يوميا إلى 3,360,000 برميل يوميا. وقفزت القيمة الإجمالية لشحنات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 1,860,000,000 دولار خلال الأسبوع من القيمة المعدلة البالغة 1,530,000,000 دولار في الأسبوع السابق.